سيدي القاضي، هذا الشخص الماسل أمامكم الآن من أخطر أنواع الإرهابيين. صحيح هو ما حمل سلاح ولا انتسب لمنظمات محظورة، بس الإرهاب يلي عم بيمارسه إرهاب هدام وخطير ولازم يتعاقب عليه. شو رأيك بالتهم اللي موجهة لك ممثل الادعاء؟ أنا تهم؟ لسه ما فهمت شي لحد هلأ. شرح له التهم بالتفصيل يا ممثل الادعاء. حاضر سيد القاضي، وردتنا تقارير تخص المتهم عن ممارسات يمكن أن تصنف تحت بند الإرهاب، وطبعا نحن بوسائلنا الخاصة وتحرياتنا الدقيقة تأكدنا من صحة هذه التقارير. ممكن أعرف شو هي الممارسات؟ إذا سمحت يا متهم، بتحكي معي إلي وأنا بوجه الحكي لممثل الادعاء. حاضر سيدي. مثل شو هاي الممارسات؟ رح قلكن مثل شو سيدي. المتهم اللي واقف قدامكن بيشغل منصب مدير عام لمؤسسة كبيرة بالوطن العربي، وبحكم وظيفته بيحتكم على 200 موظف على الأقل، وعم بيمارس عليهم أبشع وأقسى أنواع الإرهاب الاقتصادي. ممكن توضح شلون عم بيمارس هذا الإرهاب الاقتصادي؟ سيدي عم بيحاربهم بلقمة عيشه. يعني إذا موظف تأخر بيخصم له من معاشه، وإذا موظف تقاعس بيحرمه من التعويضات، وإذا موظف تزمر بيشطبه من قائمة الإضافي. ولهالسبب يا سيدي الموظفين عايشين بحالة من الرعب والذعر والخوف نتيجة هالممارسات هاي. لا، والإرهاب الاقتصادي ما عم يمارسوا بالشغل بس، بالعكس كمان عم بيمارسوا على بيته ومرته وولاده. وعلى سبيل المثال يا سيدي القاضي، كان روح قلبه التقنين بالمصروف والحرمان من أشياء أساسية، وكان يقول لهم هالغرض لا تشتروه وهالغرض أجلوا لأول الشهر، وهذا كماليات مو لازمنا هلأ. ومن هالحكي هذا، وتخيلوا يا سيادة القاضي، تخيلوا انه ابنه صار له سنتين عم يترجاه ويبكي من شان تيشيرت عليه صورة جراندايزر والأخ عم يرفض. بقى قالوا لي لسه في أصعب من هيك إرهاب اقتصادي؟ صحيح، بس أنا يا أستاذ. لا تحكي هلأ، اسمع بقى التهم بالأول. ليش لسه في تهم؟ أما النوع الثاني من الإرهاب يلي عم بيمارسه المتهم فهو الإرهاب الإعلامي. تخيل يا سيادة القاضي ويا حضرات المستشارين إنه بيتدخل بمجلة الحائط تبع الشركة وبيراقبها وبيحذف يلي ما بده إياه وبيحط يلي بده إياه. هذا غير الكلمات والخطابات يلي بيوجهها للموظفين بمناسبة وغير مناسبة. بقى في أصعب من هيك إرهاب إعلامي؟ أما النوع الثالث من الإرهاب يلي عم بيمارسه المتهم يا سيادة القاضي فهو الإرهاب الاجتماعي، وهذا عم بيمارسه على الموظفات يلي عنده، وعم يفرض عليهم لبس محتشم. اتصور يا سيادة القاضي ما عم يخليهم يحطوا مكياج. أما بالبيت فالمتهم عم يحرم مرته وولاده من مشاهدة القنوات الفضائية يلي ما بتعجبه. وفي تقرير عندي بيقول إنه وبخ ابنه لأنه ما رضي ينزل ويجيب ربطة خبز، وهذا يا سيادة القاضي ممكن يعمل للولد عقدة نفسية ويصير عنده مخزون من العنف ما بنعرف وين بينفجر لما بيكبر. لسه في عندك شيء يا ممثل الادعاء؟ نعم سيدي القاضي، في عندي شغلة صغيرة بتأكد على وجود الميول الإرهابية ونوازع الشر عند المتهم. في عندي تقرير بيقول إنه لما المتهم شاف على شاشات التلفزيون عملية انتحارية أدت لتفجير دبابة إسرائيلية انبسط كتير وقال خي. عن جد قلت خي؟ نعم سيدي القاضي قلت خي، وليش لحتى ما أقول؟ سجل الاعتراف سيدي القاضي سجله. عيرنا سكوتك إذا سمحت يا أخي. حاضر سيدي. شو ردك على الاتهامات هي يا رسوح؟ سيدي القاضي المهاب، رئيس محكمة إدانة الإرهاب، السادة أعضاء حلف المحكمة، تحية.
تحية عربية من بلاد المسلمة، لبيت تجاوزا دعوتكم للمحاكمة دون أن يكون لي فيها خصم ولا مخاصمة، لبيتها بدافع من حسن النية وسلامة الطوية وتعاونا مع سير التحقيق وتفهما للمطالب الدولية، وأنا الآن أمامكم وحدي المتهم وأنتم على تعدادكم الخصم والحكم، فيا لها من مهزلة لا تستند إلى أصول. والغريب في المسألة أن القاتل يحاكم المقتول وسيقرر في المحصلة أنني الفاعل وأنتم المفعول، ولكنني في هذه المرحلة فضلت الحضور والمثول لأرد بنفسي على الأسئلة بدفاع قد يطول، فهل سأنجو من ظل المقصرة وهل سأقفز في المجهول؟ اسمعوني بعد البسملة وبعد الصلاة على الرسول. أسيادي القضاة، يا أصحاب القلوب القساة، يا من تستعذبون شعور الطغاة، أنتم الآن تتهمون العرب بالإرهاب وتنعتوننا بالتيرورزم وتنظرون إلينا نظرتكم إلى غراب وتعاملوننا بالبطش والحزم، ولا ألومكم في هذا، فأنتم تعتبرون أنفسكم سادة العالم، تكرهون من حارب وتعشقون من سالم، تقربون من طعطأ وتحقدون على من قاوم، تحتقرون طالب الحق، تحترمون من ساوم، وأنتم في سياستكم أشد غطرسة وغرورا من قيصر وكسرى وفرعون، وإذا ما لمستم في أدائكم قصورا فمن حلفائكم تطلبون العون. استعليتم واستكبرتم وها قد بلغ السيل الزبا، والله إذا بقيتم على ما أنتم لن تقول لكم دولة بعد الآن مرحبا. أنتم تقفون عكس الريح وتعكسون المسلمات والمنطق، ومعلمكم الأحمق يستبيح كل لسان بالعربية ينطق، وربما لن يستكين ويستريح حتى يحتل بلاد المشرق. وفوق هذا تمارسون سياساتكم بسماجة واستعلاء وتعجرف، فإن قال أحدنا يا رب يا قاضي كل حاجة تتهمونه في دينه بالتطرف، وإن أكثر الدعاء وحسن الديباجة يملأكم التخوف، وإن سبحت ربها دجاجة حرتم معها كيف يكون التصرف، فأنتم تخشون ديننا ومبادئنا وسياساتنا وتحاولون جر الضعيف من ساساتنا، وكل من حلب في إنائكم فهو الشجاع الأبي الحر، وكل من عزف عن مبادئكم صار عندكم محورا للشر. وأتوجه بالحديث لحكامنا وولاة أمرنا فأقول، هل ينام القط الأليف في حضن النمر الشرس؟ وهل يصادق سمك السردين الضعيف سمك القرش المفترس؟ سيأكله على التو يا لطيف، فيا أيها العربي احترس. ومن ثم نحن لا نحب استيراد مناهجكم السياسية، هذا مستحيل ومحال، فلا تصدروا لبلادنا خنازيركم البرية على أنها ذبحت بالحلال. أوجعكم في أوطانكم تفجير وانهار عندكم برجان، فما أسرع ما أقمتم النكير على العرب والإسلام والأفغان، وأعلنتم الحرب على الإرهاب وخصصتم الشرق الأوسط، وأصبحتم في هياج واضطراب كفرس ليس لها مربط، وصارت تصريحاتكم محيرة، زلات لسانكم قذرة، نشرات أخباركم منكرة، تحليلاتكم مفتعلة مدبرة، معلوماتكم مزيفة مزورة، نصفها مسخرة والنصف الآخر زعبرة، فلا دقة في الخبر ولا حياد، تبثون ما يروق لكم وتعرضون على العباد ما يتفق ومصالحكم، ثم إنكم جعلتم من أنفسكم راعي سلام وتجاهلتم صفات الراعي، وناديتم بالتعايش والوئام بين الحملان والأفاعي، ومفروض بالراعي أن يسعى لعدم التحيز والانحياز، ولكنكم منحازون للأفعى مع درجة امتياز. ولا عجب في الأمر ولا غرابة، فلكم بين ظهرانينا ولاية
حكامها عبارة عن عصابة وجدت عندكم الحماية، وفي كل ثانية تعطونها دبابة وسلاحا متفوقا للنكاية، والذي هي ترفض استيعابه، ماذا لو رفعتم عنها الوصاية؟ والله يا سيدي لولا أنتم وراءها لعجناها ودحيناها وخبزناها بالمخبز، ولكننا محبطون إزاءكم وإزاءها، فالعين لا تقاوم المخرز. لهذا وعلى سبيل الاستعاضة نطلب الموت بدل العار، وسلاحنا في الانتفاضة عصي وسكين وأحجار. أما أنتم يا سيدي القاضي الجليل فإرهابكم الاقتصادي ما له مثيل، قارتكم بالثروات مفعمة والكل وراء دولاركم منساق، ومؤسساتكم بالأموال مدخمة وكلها من قطع الأرزاق. استوليتم على النفط والبترول من الشعوب في الصحراء، وشرهتم شره الغول، وبرعتم في مصر الدماء، وصاحب النفط كالمذهول لا يملك ردا للقضاء، وإذا قال لكم ولن يقول هذه ثرواتي يا أصدقاء، ربما قذفتموه بالزربول وحجرتم عليه كسفهاء. والشعوب بثرواتها مفجوعة، وأنتم تمتصونها كالدراكولا، وتشفطون نفطها كالبلوعة، وتقدمون عوضا عنه الكوكاكولا، تسرقون من العين الكحل ودائما على قولة هات، ولهذا ينطبق عليكم بالفعل الذي استحى قد مات. تريدون لو تصبحون للعالم كله بيت مال، وأن تروا سكان العالم يمشون بالبوابج والأسمال، كي وقتها تتصدقون عليهم ببعض المال، وبعدها تمننون وتفاخرون بأنكم أصلحتم الحال. فهل نحن في الاقتصاد إرهابيون أو العكس يقال؟ سيدي القاضي، سيدي المدعي العام، يا أحفاد الأنكلسام، تسرحون العمال وتستغنون عن العمالة، وتدمجون الشركات الكبرى، وتزداد لديكم في كل حال نسبة البطالة والرزالة وهلم جرة، فأنتم أصحاب سياسات التضييق والحصار الاقتصادي على القريب والبعيد والصديق، وحليفكم يشد على الأيادي. أنتم أصحاب التسريح الجماعي والتجويع والفساد المنظم، وفي سبيل مجتمع إباحي تقرون كل فعل محرم. أما إرهابكم الاجتماعي فمعروف ومفضوح، وكل ما نعتبره لا إنساني هو عندكم مسموح. والدليل على هذا الكلام، لم يحمل السلاح أولادنا الفوارس، ولا فكروا في العدوان والإجرام وارتكبوا المجازر في المدارس. هذا هو مخزون من العنف مزروع في رؤوس أولاد العم سام، رشاشات ومسدسات من كل صنف، ومثلهم الأعلى جيمس بوند فان دام. ثم إن فضائح رؤسائكم مشهورة، وفضائحهم up to date، تنتهي بمونيكا لوينسكي الأمورة وتبتدي بووتر جيت. وديمقراطياتكم شوربة، قراراتكم ناقض ومنقوض، تقصفون البلدان الضعيفة بالقنابل وتدمرونها دمارا وتدميرا، ثم ترسلون لها قمح السنابل بحجة أنكم تساعدون شعبها الفقيرة. سيدي القاضي، أشكرك على عدم مقاطعتي واعتراضي، وحييت لاستيعابك الافتراضي. نحن العرب لسنا أصحاب ذل ومسكنة، بل أنتم من ابتلي بالغطرسة والفرعنة، وأمثالكم في التاريخ كثيرون عديدون، فأين هو كسرى؟ وأين هولاكو؟ وأين هتلر؟ وأين نيرون؟ تريدون سيادة الكون من قطبي؟ وقديما حلم الثور بحمل الكرة على قرني، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، والشجرة مهما علت لا تبلغ السماء، ومصيرها دائما حطب للشوى. لا تقولوا كان هذا قبلنا ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين، لا تقولوا
قد ينفعنا علمنا وسنسود العالم إلى يوم الدين؟ قال هذا الكلام طغاة قبلكم واندفسوا في قبورهم ممددين. قالوا على ما أذكر دام فضلكم ما هذا إلا أساطير الأولين. سيدي القاضي، إن كنتم تتباهون بعلمكم وتحتقرون جهلنا فإن كنتم عندما سدنا العالم سدناه علما وفكرا ولا يزال اسمنا منقوشا في ذاكرة العالم، ونحن بكل فخر ديننا الإسلام، وليس في الإسلام تنكيل وإرهاب، والله من أسمائه الحسنى السلام، وليس للإرهاب بعد اسمه تنظيم وأحزاب. فمهما أسرفتم في مهاجمة ديننا فننصحكم أن ترتدعوا ولا تسرفوا، لأن كل قوانيننا نستمدها من شرعنا ورائدنا في ذلك المصحف. فإن أسرفتم في النيل من ديننا فبالحفاظ على ديننا نسرف. نحن نحترم جميع الأديان وليس لدينا عليها أي نقمة، هكذا قد علمنا القرآن أن نحترم ما أمكن أهل الذمة. سيدي القاضي، يا صاحب الحلم والصبر والعقل الرياضي، إنني من هنا من قلب هذه المحكمة أقول لأثريائنا بالنبرة المتهكمة: تغدقون يا أثرياء أموالكم على المحطات الفضائية وتفخرون صبح مساء ببرامجها الدعائية التجارية، فهلا أسستم بحق الأنبياء محطات عربية قومية لتعرف شعوب العالم ماهية ديننا وقضيتنا السياسية؟ ولتكن موجهة يا أصدقاء باللغة الإنجليزية ليفهم من في الأرض ومن في السماء عدالة قضيتنا العربية. محطات الغرب تسابقنا وتعرض كل ما يشوهنا، تبث الذي قد يضايقنا وتحذف كل ما يشرفنا. تظن الشعوب الغربية بأننا راكبو حمير وبغال، وبأن ميولنا إرهابية، وبأننا من يذبح الأطفال. أسسوا من زكاة أموالكم محطات، وأسهموا في نشر المعلومات الصحيحة، وأكثروا من الشرح والتفصيل واللقطات عن العرب وحضارتهم وعن فلسطين الجريحة. فليس لدينا الكثير من القنوات، وإن وجدت فهي بالفائدة شحيحة. سيدي القاتل، عفوا سيدي القاضي، السادة الحلفاء، أي دفاع منطقي سوف يبري ساحتي ثم أنجو من قرار أحمقي؟ إن حكمتم فاشنقوني، أو إذا لم أشنقي حسبي الآن بأني لم أفاخر بالسكوت المطبق. هدوء هدوء إذا سمحتوا. لبسوا بجامة حمراء وخذوا عقوان تناموا. اتركوني اتركوني بحالي، ما بدي روح على قوان تناموا، ما بدي روح على قوان تناموا.